نفس الصحة امبارح، وده يعني استكمالا لمتابعتنا لفيروس كورونا. كل يوم بنحاول نفكر نفسنا انه لم ينتهي الوباء، وانه لا قدر الله في كل في الوقت اللي بنحس فيه قوي بالامان كده بيبقى فيه تزيد الخطر في العدوى، لانه بنقلل اجراءاتنا الاحترازية. هالارقام مهمة للغاية. وزارة الصحة امبارح قالت انه في 900 متعافي من فيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل، وبيرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس ل 79,008 حالة. الوزارة كمان وضحت أنه تم تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بيها الوزارة، بالإضافة لتسجيل 11 حالة وفاة جديدة. إجمالي الوفيات من بداية الأزمة 5541 حالة وفاة، وإجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا لحد امبارح 100,041 حالة، من ضمنهم 79,008 تم شفائهم وخرجوا من مستشفيات العزل.